بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الخامس في الأسبوع السادس، سورة المطففين، الآيات 33 إلى الآية 36. خطوات درس اليوم كما تعودنا الدعاء وعرض الهدف، ثم مشاهدة فيديو عن أحكام النون الساكنة والتنوين، حكم الإخفاء، وتلاوة الآيات تلاوة صحيحة مطبقا أحكام التجويد، وأخيرا نجيب على أنشطة التسجيل بصوتك. دعاء: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. من الآية 33 إلى آية 36 من سورة المطففين، من سورة المطففين تلاوة صحيحة مطبقا حكم الإخفاء. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو الذي من خلاله نتعرف على حكم الإخفاء. بعد معرفتنا بحكم الإخفاء الحقيقي، هيا بنا نحدد ونعدد من أحكام حروف النون الساكنة الإخفاء الحقيقي. والتنوين كم عدد الإخفاء. حروف استمع الإخفاء معي الحقيقي؟ للأمثلة الآتية، فانظروا منثورا من دون الله بأس شديد. ما الذي نلاحظه؟ نلاحظ أن النون الساكنة أو التنوين قد أخفيت، ونلاحظ أن إخفاء النون الساكنة والتنوين جاء في كلمة، وجاء أيضا في كلمتين. كذلك نلاحظ أن إخفاء النون الساكنة والتنوين كان مصحوبا بغنة مقدارها حركتان هكذا، فانظروا. ولكن لاحظ أن الغنة تجيء مرققة أو مفخمة، فتجيء مرققة إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين حرف مرقق مثل كلمة منثورا،
وتجيء مفخمة إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين حرف مفخم مثل فانظروا. ولكن متى يحدث الإخفاء؟ يحدث إخفاء النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدهما حروف معينة، وهذه الحروف هي الصاد، الذال، الثاء، الكاف، الجيم، الشين، القاف، السين، الدال، الطاء، الزاي، الفاء، التاء، الضاد، الظاء. ولسهولة حفظها جعلوها في بيت من الشعر هو: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. لاحظ أن الحرف الأول من كل كلمة يمثل حرفا من حروف الإخفاء. التعريف: الإخفاء الحقيقي هو النطق بالحرف بحالة يكون فيها بين الإظهار والإدغام، ويكون في النون الساكنة أو التنوين إذا تلاها حرف من حروف الإخفاء. الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء، وهو النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة، ويسمى إخفاء حقيقيا لأنه لم يتقيد بحلق أو شفة، وله 15 حلفا. أريد منكم جميعا الآن أن تقوموا بنطق هذه الحروف مع المثال من كلمة واحدة، ومثال من كلمتين مع النون الساكنة، ومثال مع التنوين سواء كان تنوين بالفتح أو تنوين بالكسر أو تنوين بالضم. وحروف الإخفاء الحقيقي هم 15 حرفا: الصاد، الذال، الثاء، الكاف، الجيم، الشين، القاف، السين، الدال، الطاء، الزاي، الفاء، التاء، الضاد، الظاء. هيا بنا نقوم بقراءة الحرف مع مثال من كلمة، ثم مثال من كلمتين مع النون الساكنة، ثم مثال مع التنوين بالتنوين الفتحة والكسر أو الضم. هيا بنا نحدد حروف الإخفاء الحقيقي، نقوم بحل هذا النشاط. الكلمة القرآنية: هل الإخفاء هنا مع النون الساكنة، أتى مع النون الساكنة أم أتى مع التنوين؟ ثم معنا أربعة أو ثلاثة أمثلة نستخرج من خلالها حكم الإخفاء الحقيقي من الآيات الموجودة أمامكم. هيا نستمع ونردد الآن الآيات من الآية 33 إلى الآية 36 من سورة المطففين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا بنا نتلو هذه الآيات سويا من سورة المطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
قم بتلاوة هذه الآيات من سورة المطففين من الآية 33 إلى الآية 36 وتسجيلها بصوتك مطبقا لأحكام التجويد وأرسلها للمعلم. بارك الله فيكم يا طلابي، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.